إجماع دولي على قتامة صورة المشهد الإنساني في اليمن ظهر جليا خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، بدعوة الأطراف المعنية في اليمن إلى وقف الانتهاكات بحق المدنيين وإنهاء حالات الإفلات من العقاب عبر محاسبة الضالعين بما وصفوها بجرائم الحرب المحتملة في اليمن. كمال الجندوبي رئيس لجنة الخبراء الأممية بشأن اليمن قال إن التحقيقات أظهرت ارتكاب أطراف النزاع انتهاكات عديدة، مشيرا إلى عقبات تضعها حكومات السعودية واليمن والإمارات ومصر تمنع إنجاز مهام اللجنة في التحقيق. لفت نقاط الأمر الواقع على السماح لنا بزيارة المناطق الخاضعة لسيطرتها، إلا أن عدم تعاون حكومات اليمن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر عقب صدور تقريرنا الأول قد منعنا من الوصول إلى اليمن ومن اللقاء ببعض اليمنيين في مصر، فبيئة الخوف التي زرعها بعض الأطراف في نفوس الضحايا والشهود الذين فكروا في التعاون مع تحقيقاتنا أثرت كثيرا على هؤلاء. أعلن مندوب الحكومة اليمنية عدم الرضا عن تقرير لجنة الخبراء معتبر أن هناك تسييسا للملف الإنساني في اليمن ويجب مناقشته تحت بنود أخرى. إذن التحالف السعودي الإماراتي والحكومة اليمنية والحوثيون كلهم مسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان بكل أشكالها في اليمن، لكن منظمة العفو الدولية أشارت إلى أطراف أخرى قد لا تظهر دائما في واجهة المشهد، وجددت المنظمة مطالبتها بحظر بيع الأسلحة لأطراف النزاع. لقد شاهدنا ووثقنا تأثير الأسلحة والانتهاكات والمعاناة التي تسببها منذ عام 2015، ونحن ندعو إلى وقف نقل الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع وسط مخاطر من استخدامها في اليمن. لا أحد يمكنه التنبؤ بالمخاطر التي يسببها نقل الأسلحة إلى أطراف النزاع هناك. إذن من يغيث اليمنيين في محنتهم المستمرة منذ بدء الحرب مع عجز الأطراف المتقاتلة عن حسم الأمور عسكرياً وتعثر المبادرات السياسية الدولية، في حين تبدو صفقات بيع السلاح وتوريده للأطراف المتقاتلة من دول أوروبية ومن الولايات المتحدة أهم وأبقى من دماء اليمنيين، لتضيف سلاحاً آخر يحصد في أرواح المدنيين في بلد كان يقال له اليمن السعيد. وقالت ميليسا بارك عضو لجنة الخبراء الأممية بشأن اليمن إن كل أطراف الصراع في اليمن انتهكت القانون الدولي الإنساني. وأكدت بارك في نشرة سابقة للجزيرة أن التحالف السعودي الإماراتي رفض تدخل الأمم المتحدة لإجراء تحقيقات بينما قبل الحوثيون ذلك. تقدمنا بطلبات لكل الأطراف ليسمحوا لنا بالوصول إلى اليمن لكي نستطيع الاستمرار في إجراء التحقيقات في اليمن وأيضا في الدول المحيطة به. للأسف بينما الحوثيون وهم السلطة الفعلية وافقوا على زيارتنا، فإن التحالف والحكومة اليمنية رفضا حتى الرد على طلباتنا، لذلك وفي هذه الحالة لم نستطع الوصول إلى اليمن من أجل التحقيقات. لكننا لسنا أول لجنة تقصي حقائق من الأمم المتحدة للتحقيق في هذه القضية، لذلك قمنا باستخدام طرق أخرى لجمع الأدلة دون أن نكون قادرين على الوصول إلى عين المكان. نائب رئيس البعثة اليمنية في جنيف محمد الفقمي إن الحكومة اليمنية غير راضية عن مضمون التقرير. الحكومة اليمنية ليست راضية عن مضمون التقرير المسيس الذي صدر عن مجموعة الخبراء. الحكومة اليمنية لا تؤيد مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في اليمن تحت البند الثاني وتسييس ملف حقوق الإنسان في اليمن، لكون المكان الصحيح لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في اليمن هو تحت البند العاشر كما كان يفعل المجلس منذ سنين.